السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل ايه يا لولو؟ السحور. انت بقى الشيف النهارده ولا سلمى؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين ومحمد متفرج. صح يا محمد؟ صح. انت اللي هتتفرج؟ انا هاكل. انت تاكل يعني وتقول ايه رأيك يعني؟ صح؟ طيب هنعمل سحور بقى عمتهم هنا النهارده. مين اللي من عمتك هنا سلمى انت وليا؟ عمته مجدة وعمته وليا. والباقي هيجي امتى؟ بكره. بكره ان شاء الله؟ فهم هيسحروا معانا النهارده ومنورين البيت طبعا. احنا بقى مستنيين مين؟ مين؟ زياد. زيزو. زيزو؟ زوز. طيب مستني زياد يعني عمتك ما تجيش وتبعت زياد مثلا؟ لا تيجي هي وزياد. انتوا مستنيين بقى البيب الصغير. عشان تلعبوا بيه. صح؟ ايوه. ماشي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. جيت عاملين ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. هتعملوا لنا ايه النهارده ان شاء الله؟ هنعمل سحور. لمين؟ عماتي. انتوا مهتمين بالسحور النهارده كده وانتوا الاثنين مفرفشين ما شاء الله والدنيا رايقه معاكم. ليه بقى؟ عشان عمته ماجده وعمته ليا. وانت يا سوسو؟ مثلا عمتي ماجده وعمته ليا. بس وبابا ملوش لازمه ولا تيتا ولا اي حاجه؟ لا انت معانا على طول، هما بيجوا كده الزياره. ماشي. واحنا ان شاء الله دول بس اللي معزومين ولا ايه؟ لا هما جم، بس هما جم النهارده وعشان احنا قلنا لهم يجوا يعني وكده، والباقي هيجوا بكره. الباقي ان شاء الله يجوا بكره وتعملوا لهم احلى احلى فطور بقى ان شاء الله. هتعمل لنا ايه النهارده ان شاء الله؟ هنعمل بقى بطاطس وبيض ولانشون وجبنه وخيار وطماطم وزبادي وفول وطعميه وكده، حاجات كتير. وانت يا سوسو؟ هنعمل كل حاجه. كل حاجه هتساعدوا بعض يعني؟ طيب تعال نشوف بقى مع الدكاتره. ادي البطاطس يا جماعه اهي ما شاء الله، وادي البيض اهو برضو اهو زي ما انت شايف كده، البيض اتسلق. هتطلع البطاطس اهي ما شاء الله، معاها بتساعد وسوسو معاها بتساعدها برضه. البطاطس ما شاء الله، هذه البطاطس اللي الدكتوره ليلى قالتها النهارده ان شاء الله. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. متعلمين كل حاجه انتوا ما شاء الله من ستكو. ايوه ما شاء الله يا رب. يعني عمتك ليلى ما علمتكوش حاجه؟ لا ايوه. قر بسرعه. لا علمتني. ربنا يخليها لنا يا رب. يلا. ادي الدكتورة بقى بتقلي الايه؟ بتقلي يا دكتورة؟ طعمية. طعمية انت بتصغرها اوي لك كده؟ بحبها كده. بتحبها كده يعني؟ ما شاء الله. ورينا كده هتعمل ايه؟ ده انا كان زمان عملتهم في لفتين بس. انت جربتها لنا قبل كده. ما بتعجبكوش؟ لا حلوة. بس انت بقى اللي هتعمل لنا الفطار مرة. ان شاء الله. الدكتورة هنا بقى ما شاء الله. شكلها بتشطب خلاص كل حاجة ايه؟ صح يا دكتورة؟ ما شاء الله. اما نتفرج كده نشوف عملت ايه. هذا الخيار، فول، لانشون، زبادي، حلاوة، البطاطس، جبنة، الطماطم، فلفل. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويزيد ويبارك. ربنا يخليكم لي يا حبيبي يا رب. وادي الفلافل ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة على النبي عليك، الصلاة على النبي. الله يحرسك يا رب يا بنتي، ربنا يحرسك. هذه الفلافل اللي الدكتورة طلعتها، هي بتعمل مقاسات صغيرة وبترس. شوفوا بترس ازاي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اهو شوفوا دي خلاص. ما شاء الله ما شاء الله يا لولو، ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدك ما شاء الله. وادي الفول اهو يا جماعه، ليلى بتحط له الزيت بالملاه ما شاء الله. حط كمان شويه زيت زيتون. انت بتدي له علاج يا بنتي؟ لازم كل حاجه بنظام. ماشي. ما ينفعش كده. ماشي. ادلق كتير؟ لا ما تدلقش كتير يا عسلي. شوفي كده، عايز ملح، عايز كده توابل، دوي كده وشوف. دوي وشوف. دو انت محبوش. ما تحبش الفول؟ طيب الفول بدأ يغلى اهو.
بتظبط بقى مع التوابل اللي حطيناها. دكتورة ليلى بتصب ولا اللي بتصبه ملوخية؟ الصلاة على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تسلم إليك يا دكتورة. تسلم. بتعمل إيه يا سوسة؟ بقشر البيض. كده بيض؟ ما شاء الله. تنصحى وما شاء الله. ست بيت ممتازة أنت. ربنا يبارك لي فيك يا رب. وأنت هتاكل البطاطس الليلتين. يا لهوي وتقولي عماتي وعماته. شكلهم مش هيلاقوا سحور. ربنا يسترها ولا يا سوسو؟ طعمها حلو. هي طعمها حلو ناكل ايه؟ مش نستلم. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا بنتي. شوفي الشطرة دي اللي ما تحطش لومة في بقها لما ناكل ونخلص خالي. صح يا صح. عايز مية؟ ايه. العسولة دي. عسولة سلمي. ربنا يبارك فيك يا رب. ولا يا سوسو؟ صح. علي صوتك علشان خاطر. صح. صح طيب. شوف الشاطرين بقى ما شاء الله لما يساعدوا بعض. اللهم صل على النبي. ريا وسكينة. هناء وشيرين. صح؟ انت جبت كل ما شاء الله. رانيا وسكينة مسلسل رمضان الجديد. بيقشروا هم مع بعض البيض. ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. قولوا بسم الله ما شاء الله يا جماعة كده وربنا يحفظهم وادعوا لي كده ان ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم يا رب. دي كده يا جماعة السفرة اهي بسم الله ما شاء الله. نوريها لكم بقى. جبنة، زبادي، لانشون، مخلل، فلافل، بطاطس، فول، بيض، حاضر، فلفل، مخلل، اهو وحلاوة يا حلاوة وحموكش اهو قاعد اهو مستني بقى ايه عمته ييجوا عشان ناكل وكده بيجهزوا نفسهم وييجوا ايه عشان نتسحر كلنا مع بعض. صح يا حمودة؟ صح. وانت رايق ولا مزاجك ايه؟ مزاجك متعكر ولا حاجة؟ لا رايق. مية مية؟ ايوه. طب مش تسلم؟ ازيك عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان سعيد عليكم. ازيك يا ماما عامله ايه؟ وحشتني. طب ارفع وشك كده وبص للناس اتكلم. وانت قلت لي ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان سعيد عليكم. ازيك يا ماما عامله ايه؟ وحشتني. كل سنه وانتم طيب. والاجازه دي وحشه من غيرك. ماشي. وانت يا دكتوره بقى اللي عملت لنا الفطار ومية مية السحور. ايه وانت يا سوسو ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. مية مية كلكم. ايه قولوا لنا بقى كلمة لأهالينا والناس اللي بيحبوكم. ازيكم عاملين ايه؟ وبتكون بخير. وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبة يا ماما. وربنا يخليك لينا ما حرمناش منك ابدا. ربنا يبارك فيكم جميعا. ويعني ضلوا اشجعونا واكتبوا لنا كومنتات حلوه زيكم كده. ويعني طبعا يعني ماما يعني مهما اتكلم عنها طبعا مش هوفيها اي حاجه. فيعني خلي الكلام ده يبقى بيني وبين ماما. ماشي. وهي طبعا وحشتني يعني. ماشي. وانت عسل هتاكل؟ ما انت قلت ازيكم مره. ايه شغلانه ازيكم؟ انت جعان ولا ايه؟ يلا على بابا. يلا على بابا. ده انا بابا. يلا ده انا بابا. يلا في الاكل يا ام حسن. يا حبيبي ربنا ينور عليك. يعني ليلى بتعرف تعمل اكل زي العسل؟ بتعرف تطبخ يعني؟ طعمه زي العسل. ربنا يخليها يا رب. ده موجبه معاكوا قوي النهارده ما شاء الله. بتقول لي عشان عماتي هنا وكده. الجبل انت وهم يا رب. ربنا يخليك يا اختي. عندنا الغاليين. الغاليين هي طبعا هم كلهم غاليين. يغلوا مقدارك يا رب. ايه هم كلهم عماتك كلهم غاليين علينا. عسل يسلم ايديك. ربنا يخليك يا اختي. سلمى يا رب. وانت منوره البيت كله والله. ضرورك يا حبيبي. ده بيتكم ده احنا هنا ضيوف عليكم. يا حبيبي ان شاء الله تنجح. صح ولا غلط؟ مظبوط يا بنت يا ام فيش عايمة انت. خاطرك ربنا يا رب. ربنا يخليك لنا يا اختي ويبارك لنا في عمرك يا رب. خليك كل سنه وانت طيبين يا حبيبي. وانت طيب يا اختي. ربنا لك فيه. يا رب اللهم امين. ايه رايكم في الاكل؟ جميل يا حبيبي. تسلم ايديكم. الليلة اللي عاملاه لكم بقى هي وسلمى. تسلم ايديه. وما شاء الله يعني بيقولوا احنا عندنا بقى الغاليين فلازم نتوصى بيهم. ربنا
يخليهم ويجعلهم حنانين زي ابوهم كده يا رب يا رب يا اختي. معلم عمتهم دول اي ما انا بقول لهم اللي معلمكم بيقولوا تيتا قلت لهم عمكم ليلى ايه هتهمكم دلوقتي لا ده الاساس ليلى اي ما سلمى قالت انا متعلمه من عمتي ليلى الاساس ليلى في الكنافه وما شاء الله طلعت الكنافه 100 100 في كل حاجه عمتها لسنت اي ما شاء الله عمتك ما شاء الله شاطرين هتعمل لك بكره يا عم اعمل لك الصوره واحلى لنا اغلى منكم اراك في الاكل يا حجه ربنا يخليك ما تهربش مني لا اراك في اعمال العيال اعمال البنات اعمال البنات عامل رايك فيه ايه يا رب عاجبك الاكل يعني الحمد لله عسل الحمد لله يا رب ربنا جعل رب. تعبها عليهم بفايده هم اللي خدموها دلوقتي اي يا ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا رب هيطلعوا مش شاطرين لمين يلا شاطرين لستهم ولعماتهم اهو يا رب ربنا يخليهم سلموا بقى على الناس قبل ما نقفل يلا كل سنه وانت طيبين وكل سنه وانت طيبه يا هناء انت وياسمين وفيروز يا حبيبتي وانت طيبة والسنة الجاية كده تكونوا في وسطينا بأمر الله إن شاء الله إن شاء الله عليك الأيام بخير يا حبيبتي يفرحك ببناتك يا رب إن شاء الله معانا هنا كل سنة وانت طيبة يا هناء كل سنة وانت طيبين كل المتابعين بتوع رضا وهناء كل سنة وانت طيبة وفرحانة بأولادك وانت طيبة يا أختي وانت طيبة والسنة الجاية بقى تبقوا في وسطنا إن شاء الله بإذن الله ويخليهم لك يا رب ويطول عمرك ويخليهم لك وتفرحي بيه بإذن الله كل عام وانت طيبين وانت طيبة أختي ربنا يخليك يا حبيبي وعلى ما تتقطعش يا رب انتم منورين البيت كله الله منورين يرضيك في ولادك وفي صحتك يا رب يا رب يا اختي يا رب خليك يا حبيبي بقى وريناكم السفره بقى اللي الدكتوره عملتها والباشمهندسه والاستاذ محمد بقى كان بيتفرج عليهم والمشرف ايه رايك في الاكل يا محمد حلو بجد اهنو اكتر حاجه عجبتك مش كله ماشي وانت يا سوسو كل حاجه على صوتك عشان الناس بتقول الصوت واطي كل حاجه كل حاجه حلوه عشان هي اللي عاملاها يعني طلع كل حاجه حلوه طيب انا من رايي الاكل ما شاء الله تبارك الله ليلى تسلم ايدك سلمى تسلم ايدك محمد يسلم بقك اللي كل صح صح يا محمد ولا غلط صح مش بقك اللي كان بياكل ايوه والاكل عجبك 100 100 يعني يعني ما فيش اي اضافات عليه ولا اي حاجه طيب بيرفكت طيب حاضر عارفه ايه ايوه عارف يعني تمام طيب صح. حاضر فبكده يا جماعه كله تحت السيطره حاضر كده يا جماعه احنا عملنا معاكم السحور النهارده في وجود عماتهم بقى ونقدر نقول لكم دلوقتي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناة السلام عليكم في أمان الله.